مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ساعة في بيتنا. أول حاجة بنعتذر على التأخير، بس كان في القاهرة مطر شديد وبنعتذر. زي ما عودناكم في برنامج ساعة في بيتنا على طول بنقدم عن الجواز والطلاق وكل حاجة بتخص أسرتنا والطفل والكبار، كل ما يخص المرأة والدين والثقافة والفن كل حاجة. بس النهاردة موضوع حلقتنا هيكون عن الصدمة. مفيش حد في حياتنا ما مرش بصدمة في حياته. في اللي بيمر في صدمة بأنه مثلا بيتخدع في شخص قريب منه، أو بيكون هو معتقد أنه هو قريب منه وفجأة بيلاقي العكس، أو بيكون مستني مثلا من الشخص ده رد فعل معين في موقف معين فهو بيفاجئه برد فعل مختلفة فبيتصدم. كل دي صدمات بتمر في حياتنا. إيه هي الصدمة؟ محتاجين نفهم إيه هي الصدمة. الصدمة ده شعور نفسي بنحس بيه بعد خذلان، بعد حاجة حصلت، بعد موقف معين احنا عشناه مع شخص قريب مننا. بنكون مثلا عندنا اذا كان صديق او علاقة زوجية او اتنين صحاب ايا كان ايه نوع العلاقة، بس لما بيحصل موقف غير متوقع التوقعات في الصدمة هي اهم حاجة، ان احنا بنبقى متوقعين ان الشخص اللي قدامنا ده رسمين له صورة معينة في دماغنا وفجأة هو بيفاجئنا بغيرها. او مثلا بيكون الموقف ده هو هيعمل معايا كذا، انا بتفاجئ برد فعل مختلف. فاحنا عاملين النهاردة مراحل الصدمة، هنتكلم عن المراحل اللي بيمر بيها الشخص اللي اتصدم في الشخص القريب منه ايا كان ايه هو علاقته. عايزين نقولها، هي اول حاجة، بتكون اول مرحلة بيمر بيها هي الانكار. ان يكون الشخص مش مستوعب او مش راضي يصدق، مش قابل يصدق اللي حصل. دي اول مرحلة واكيد كلنا بنمر بيها، اللي هو لا انا مش مصدق. حتى في ناس لما بيحصل لهم مشكله معينه او حاجه معينه، لا الشخص ده مش هيعمل معايا كده، مستحيل الشخص ده يعمل كده، فبتتصدم فبتفضل لفتره معينه رافض اللي حصل، مش قادر تصدقه او مش عاوز تصدقه. في مرحله تانية اللي هي مرحله التوهان، عدم التركيز. انت مش مركز في مش عارف انت عاوز ايه، مش عارف ايه اللي هيحصل، انت مش مستوعب اللي حصل، فعندك زي توهان. دي مرحلة تانية. عندنا مرحلة تالتة اللي هي التنفيس العاطفي، اللي هي الانهيار. انت بتنهار، بيطلع منك بقى طاقة غضب، انت كل ده هادي وساكت، او بتخرج بقى الطاقة السلبية اللي جواك، بتنهار، بتتعصب، ممكن تخرج على شكل بكاء او عياط شديد. في طرق كتير جدا بس بتبقى انهيار. دي مرحلة صحية ومرحلة مهمة جدا، يعني مرحلة تخلينا نقدر، يعني بدأنا ندخل في مراحل ان احنا نقدر نعدي المرحلة دي، اللي هو البكاء، عيط او عيطي، خرجوا المشاعر السلبية اللي حصلت لكم من الصدمة دي. معانا الرقم 4، القلق والرعب والخوف من تكرار الصدمة، ان ده يحصل معايا تاني او ان ده يتكرر معايا تاني. بيبدأ كمان يحصل عندك عدم ثقة في الاخرين، انت مش قادر تثق في حد علشان انت وثقت في حد قبل كده او كنت حاطه في مكان معين وهو ما كانش قد ده. فبتقعد بقى تعيد حساباتك، تفكر بشكل صحي اكتر، غير بقى الصدمة، وان ده مستحيل يعمل فيا كده ومش معقول من ده، وده صاحبي قوي، او ده جوزي، دي مراتي، ايا كان. معانا المرحلة الخامسة، الحزن والوحدة. بترجع تاني تحس بالخذلان، بتنعزل خالص عن العالم، بالاكتئاب. ممكن في ناس بيوصل معاها الاكتئاب. بيحصل كمان ان انت بتكون مش قادر تثق في حد، مش قادر ان انت تتعامل مع حد بصفة قريبة او تخلي حد قريب منك. يعني ما تقدرش تثق في صديق بسهولة، ما تقدرش تثق في أي حد في حياتك بسهولة. ففي المرحلة دي أنت بتنعزل تماما، تبقاش عايز تتكلم عن حد مع حد، مش عاوز تشتكي من حد، مش عاوز تتكلم عن الموضوع، مش عاوز تفتكره، أنت عايز تبقى لوحدك. هي الوحدة، الانعزال، أنك تكون منعزل تماما. كل دي مراحل صعبة جدا وأكيد كلنا بنمر بيها. معانا كمان دي اللي هي المراحل. عايزين بقى نشوف ازاي تقدر تتعافى من الصدمة، ازاي انت تقدر تحاول تخرج من الصدمة او من التجربة الصعبة اللي انت مريت بيها. شوف معانا، يعني هنقسمها لثلاث حاجات. اول حاجة ان انت تقعد مع نفسك وتراجع حساباتك.
مش سهل ان انت تدخل اي شخص كده في حياتك. يعني قبل ما تدخل شخص او تقول الشخص ده عزيز عليا قوي او قريب مني قوي او الشخص ده صاحبي او الشخص ده حد، لا مستحيل. لا، انت قبل ما تدخل حد في حياتك لازم تكون متأكد كويس جدا ان هو ده الشخص اللي يستاهل ان يكون في المكانة دي، او هو الشخص ده يكون موجود. ودي المرحلة التانية اللي احنا اتكلمنا عليها، لازم يعني ما تخليش الشخص ده، يعني ما تدخلش شخص في حياتك وانت مش عارف هو هيبقى ايه معاك بعد كده. دي ان لازم تعيد حساباتنا، نعيد حساباتنا بشكل دقيق قوي. مش اي حد تقول عليه صاحبك، مش اي حد تقرب منه، تفاصيل حياتك كل ده مش صح. معانا المرحلة التالتة ان احنا نحط الاحتمالات. اهم حاجة في اي علاقة او اي، يعني اكتر حاجة بتبوظ العلاقة هي التوقعات. التوقعات بتبوظ العلاقة الزوجية، بتبوظ علاقة صحاب، بتبوظ أي علاقة موجودة في الدنيا. إن التوقعات بتاعتنا بتكون عالية قوي، سقف التوقعات عالي، فده مش صح. لازم سقف التوقعات بتاعنا يهدى شوية. إزاي؟ يعني أنا ببقى متوقعة إن جوزي ده الحياة كلها وردي، وكل يوم بقى بورد، وكل يوم شوكليت، وكل يوم جاي داخل مش عارفة بإيه، الحياة تفضل تليفونات حب وكلام جميل والحياة لطيفة. فهي بتتجوز تدخل بتبص بتلاقي لا، الحياة مش كلها كده، في الحياة بتبقى عملية أكتر، الحياة بتبقى في مشاغل، في مسؤوليات، في كذا في كذا. فالتوقعات اللي هي حطاها في دماغها ما بتلاقيهاش، فده بتكون بيحصل لها صدمة. فاحنا سقف التوقعات عالي جدا، فاحنا لازم يعني لازم ان احنا نتقبل الصدمة، لازم نتقبلها عشان نعدي المرحلة دي بسهولة، او ما تاخدش وقت كبير معانا وما توصلش معانا للاكتئاب. لان الصدمة بتكون يعني بتاخد وقت طويل، بتاخد وليها انواع مختلفة، كل واحد بيتصدم على حسب مكانة الشخص اللي اتصدم فيه. بيكون كمان معانا، كنت عايزة اقول اللي هو معانا 3 نقط اللي هي انواع الصدمه. الصدمه كمان ليها انواع وليها اشكال مختلفه. اول حاجه معانا ان هو ممكن الصدمه ممكن تكون بسبب موت حد عزيز علينا، او حد غالي عليا، حد قريب مننا، فدي بتكون صدمه، صدمه كبيره جدا. مثلا الاشياء اللي احنا حاطين عينينا عليها وحاطين في دماغنا ان دي سر السعاده او هي دي الحياه، العربية بتاعتي مثلا دي أهم حاجة في حياتي، جوزي مثلا هو ده الحياة كلها، فبتيجي تلاقي حاجة تانية فبتتصدمي، شركتي، شغلي، ولادي، حاجات كتير، الماديات، حاجات من دي. صدمة الفراق دي 3 حاجة. صدمة الفراق دي يعني من وجهة نظري أنا بتبقى أصعب حاجة. هي برضو الفراق ليه أشكال كتير مختلفة جدا، بس الفراق لو حد يعني فراق حد عزيز عليك مات او اتوفى او كلام من ده، خلاص انت عرفت ان هو مات. لكن الفراق لشخص موجود في الحياة ده بالنسبة لي اصعب كتير. الشخص ده انت فارقته او هو سابك، او هو او مثلا انت كنت مرتبطة بشخص وبدون اي مقدمات فجأة اتخلى عنك. في الحياة دي انت بتحصل لك حاجات بقى كتير، منها عدم ثقة في النفس، انت ما عدتش واثقة في نفسك لانك مش عارفة ايه هي الاسباب اللي هو اتخلى عنك بسببها. مش شرط في علاقة عاطفية أو زوجية أو أيا كان، في يعني علاقات كتير جدا، صحاب، علاقتي بحد من أهلي، كلام من ده. الصدمة في الوقت ده بتكون صعبة جدا، بتسبب ليكي مشاكل كتير قوي لازم تكوني قدها. مشاكل زي قلت ان انتوا تكونوا مثلا قلة ثقتك في نفسك، قلة الثقة عندك بتكون عالية جدا، خلاص ما عدتيش واثقة في نفسك، مش عاوزة تدخلي علاقة جديدة، مش عاوزة تتعاملي مع شخص، أي شخص يدخل حياتك أنت خلاص. في ناس بتوصل لمرحلة اللي هو لا، أنا مش عايزة أدخل حد في حياتي. وبالنسبة للعلاقات والحاجات دي في بنات بتقول لك لا خلاص، كل الناس واحد، كل الناس. فده بقى اللي احنا بنتكلم فيه، ما ينفعش نعمم برضو الفكرة دي. مش كل الناس زي بعضها، ممكن شخص يكون موجود في حياتك عمل معاكي سابك لأسبابه الخاصة انت ما وصلتلهاش او انت ما تعرفيهاش، فمش ده معناه ان كل الناس مش كويسين. لا، قومي اقعي وقومي فوقي، تشوفي ايه العيب منين، اختيارك انت اللي كان غلط في الشخص ده، اختيارك للشخص ده كان غلط. طيب لما يجي يدخل حياتنا شخص جديد هندخله برضو كده تاني ونقول نصيبي وما خدتش بالي؟ لا، اتغلطتي، وقعتي، قومي خدي قرار صح قبل ما تدخلي اي شخص حياتك ايا كان هو مين في حياتك. ودي كانت يعني فقرتنا، هنطلع فاصل ونرجع ليكم مرة تانية.
ورجعنا لكم بعد الفاصل. موضوع حلقتنا كان عن الصدمة، واتكلمنا في كل البنود دي، واتكلمنا ازاي نخرج من الصدمة بتاعتنا وازاي تقعي وتقومي تقفي تاني. في ناس بقى بتضايق منهم قوي، اللي هم خلاص اتصدموا في شخص، زعلوا، بهدلوا، عيطوا، عدوا بكل المراحل اللي قلناها قبل الفاصل، وعايشين بقى بدور الضحية، اللي هو ماشية في الدنيا كلها، ده عمل فيا أو عملت فيا، حصل لي كذا، عمل في، مش عايزة تخرج من الحتة دي. فأنا معايا بنوت هنقولها إزاي تتخلصي من دور الضحية اللي أنت عايشاه أو اللي أنت عايشه. أول بند معانا، ابتدي افهمي مشاعرك، افهمي أنت عاوزة إيه. أول حاجة، أول حاجة أنت لازم تعرفي هدفك في الحياة، إيه اللي هيخليكي سعيدة، إيه الحاجة اللي أنت عايزة تعمليها، شايفة نفسك فين، شايفة ايه اللي بيسعدك. نبدأ نحط اعذار، اللي هو لا انا مش قادرة اخرج من الصدمة دي. مفيش حاجة بتدوم مدى الحياة، مفيش حاجة اسمها ربنا خلق النسيان عشان ننسى المواقف الصعبة او الحاجات الوحشة اللي بنمر بيها في حياتنا. فبلاش دور الضحية، بلاش دور الضحية، حددي هدفك وشوفي انت عايزة ايه، وبلاش الضعف ده، خليكي قوية، استمدي قوتك من اي شخص حواليك، من اي حاجه انت شايفه ان دي هتديك القوه او الشجاعه ان انت تقومي وتكملي وتتحملي وتقعي تاني وتقومي تاني. بلاش دور الضحيه. تاني حاجه معانا، اللي هو اعرفي قيمه نفسك، او اعرف قيمه نفسك، اعرف قدر نفسك. بلاش شخص يجي يهز ثقتك في نفسك او ثقتك في نفسك، خلاص كده يفضل عندك خلل في شخصيتك او خلل في شخصيتك، وتفضلي طول عمرك ما عندكيش ثقه في نفسك، كلمه تجيبك وكلمه توديكي. تقعدي تفكري، هو انا وحشه؟ هو انا، اهم حاجه تكوني واثقه في نفسك، مش تخرجي من الموضوع ده بخسائر. انت اكيد هتخرجي بحاجات، يعني بدل ما تخرجي ان انت مثلا كسر فيا كذا، عمل فيا كذا، او عملت فيا كذا، لا، اخرجي مستفاده من التجربه اللي انت مريتي بيها. اعرفي قدر نفسك، اعرفي قيمتك، اعرفي ان انت انسان، مفيش، احنا مش ملك بعض، مش بنتحكم في بعض، كل واحد بيتحكم في نفسه، احنا مش ملك بعض، كل واحد يتحكم في نفسه. يعني انت ملك نفسك، انت اللي تقدري تمشي حياتك او تمشي حياتك بالشكل اللي انت عايزه. محدش هي، مش كمبيوتر. انت هتدخلي عايزه، انا احط اهدافي، دي اول حاجه، اقرر انا عايزه ايه. تاني حاجة، أعرف قيمة نفسي، أنا هقدر أعمل كذا، وقدري امشي تجاه هدفك أو تجاه حلمك. عايزة تشتغلي، عايزة تكملي دراستك، عايزة تكملي حاجات. بسمع عن ناس كتير جدا تبقى مخطوبة مثلا والموضوع خلاص انفصلوا، مفيش خطوبة، تلاقيها سقطت في الترم، كانت مثلا داخلة على امتحانات سقطت فيها. ده ليه؟ ده ليه؟ حاجات غريبة جدا بنسمعها وبنشوفها، وده مش صح. أكيد بيكون في ناس ما بتبقاش عندها القدرة إن هي تخرج على طول أو كلام من ده، من التجربة دي، لكن هو ضروري وأساسي إن أنت تنسي وتخرجي. معانا كمان بند، اللي هو لازم، يعني الأهم من إنك تحددي هدفك، والأهم من إنك تثقي في نفسك، المهم إنك تصدقي نفسك، المهم إنك تكوني واثقة في نفسك ومصدقة نفسك، مصدقة اللي أنت بتمشي وراه. عشان دايما احنا حوالينا ناس يقول لك لا مش صح اللي انت بتعمله، هو مش مدرك باللي انت بتعمله، او ما عندوش صوره واضحه للي انت بتعمله، هو بيرمي راي، بيهز ثقتك في نفسك، بيهز قرارك وبيمشي. هاخد مداخله معانا، جومانا. قول لي. الو الو الو. الو، ايوه جومانا، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ تمام، حضرتك منوره الشاشه حبيبتي، ربنا يخليكي، انتوا بنوركم. ربنا يخليك. هو انا بس كان عندي مشكله، انا اتفضلي. ارتبطت وسنتين وبعدين حصل فصال بدون اي مبررات، وفجاه مفيش مقدمات خالص للموضوع. إيه؟ لا، واحدة واحدة يا جمانة، يعني انتوا كنتوا مخطوبين لمدة كبيرة؟ سنتين. سنتين، مدة كبيرة جدا. وبعد كده وبعد كده حصل انفصال بدون اي مقدمات خالص، مفيش هو مبرر اللي سابك؟ للموضوع اصلا. هو تمام. طب ايه الاسباب تمام. ان هو يبعد او يسيب العلاقة؟ وانا الحقيقه مش عارفه، يعني هو حصل مشى صدمه من غير طلاق اي مقدمات؟ ازاي كده حصل اصلا؟ طيب فانا مش بصي، فاهمه ده ليه، والمفروض ان انا ابدا حياتي تاني ازاي. طيب انا هقولك. تمام، استنى. ميرسي ليك يا جمان، ده اللي انا كنت بتكلم فيه. انت دلوقتي كنتي مع شخص
واثقة فيه، حاطة طموحك عليه وهو ده جوزي في المستقبل، وفجأة هو سابك. في الحالة دي خدي وقتك، خدي وقتك في الزعل، لأن انتي ضيعتي سنتين من عمرك، مش وقت قليل أو مش وقت بسيط. خدي وقتك في الزعل، عدي بكل المراحل اللي قلناها، عيطي، انعزلي، ازعلي، خرجي طاقتك السلبية بأي طريقة، مع يعني بس ما تكونش طريقة بتأذي بيها نفسك، طريقة صحية، طريقة إيجابية. عيطي، البكاء أو العياط بيخليكي تخرجي طاقة سلبية كتيرة. خدي عدي بمرحلة زمنية كويسة. في ناس ممكن تعدي تجربة زي اللي انت فيها في أسبوع، في ناس 3 أيام، في ناس يومين، في ناس شهر، في ناس سنين. كل ده بيترتب على قوة شخصيتك، او انت عايزه تقومي ولا انت عايزه تفضلي عايشه في دور الضحيه اللي انا قلت عليه من شويه، انت حابه كده؟ لا، انت قومي كملي. لو انت يا جمانه بتدرسي، كملي دراستك، فوقي، خدي كورسات في المجال اللي انت بتدرسي فيه، انزلي شغل. لو انت متخرجه ومخلصه دراستك اشتغلي، متجوزه وعندك عيال، ده مش لجمانه، اي حد عامه، متجوزه واتطلقتي او حصل انفصال، اشتغلي، شوفي حاجة. لذلك احنا بنقول دايما في حلقاتنا اللي قبل كده، ما ينفعش نخلي العلاقة خطوبة او زواج او ايا كانت هي ايه، هي دي محور الكون او محور حياتنا. ما ينفعش، عشان لما حاجة تقع حاجة تانية تسندنا او حاجة تانية ترفعنا. ما ينفعش نكون ان احنا شخص واحد هو محور الكون او حاجة واحدة. يعني برضو ما ينفعش حد يكون بيشتغل وشغله كل حياته وفجأة اترفد من الشغل، استغنوا عنه في الشغل، بيقع، بينهار. فلازم يكون في حاجات او اختيارات كتير في حياتنا تعوض عنها. معايا مداخلة تانية، صفاء. الو، هي فصلت للاسف. معانا كنا بنكمل البنود. دايما ما تبقاش شخص اللي هو انا شمعة بحترق من اجل الاخرين، لا، احنا مش هنحترق من اجل الاخرين. انتي كل واحد يعمل اللي عليه مش اكتر من اللي عليه. ما تدوش قوي في علاقات، حتى لو كانت العلاقه دي انتوا شايفين ان هي صح او غلط، ما تدوش زياده. لو هي صح وانت بتدي زياده او انت بتدي زياده وفجاه حصل اي خلل في العلاقه دي، انت بتنهار، انت بتتصدم او بتتصدمي. لكن لو انت طبيعي عامل اللي عليك، حصل اي انفصال اذا كان منك او منه، سابك ومشي، صاحبك اتخلى عنك، صاحبك اتخلت عنك، ايا كان، مش هتقعي. انت عامله اللي عليكي. لكن في ناس تلاقيها عامله اللي عليها ومش اللي عليها، وعامله كل حاجه ممكن تتعمل في الحياه، مقدمه تنازلات كتير جدا، مضحيه قوي. فدوت لما بيجي هو يحصل صدمه في الشخص ده، او يعمل معاك او معاك موقف ما كنتيش متوقعه او ما كنتيش مستنيه من الشخص ده، فانت بتتصدمي، فانت بتقعي. فاعملي اللي عليكي بس، او اعمل اللي عليك بس، بلاش نبقى مضحيين زيادة عن اللزوم، بلاش نبقى نأفور قوي في التنازلات والتضحيات والكلام ده. خلينا وسط، كل حاجة وسط كويسة. مش معنى كده بقولك اهمل البنت اللي معاك او اهملي صاحبتك او اهملي، لا، كل حاجة تبقى وسط. اعملي اللي مطلوب منك، اعملي دورك كزوجة، كصديقة، كأم، كابنة، كأي حاجة. نعمل واجباتنا، مش اكتر من عليه، مش اكتر من اللي علينا. دي كانت البنود اللي كنت عايزه اتكلم فيها، بس معانا مداخله تانية. استاذ محمود، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضل. حضرتك منورة الشاشة بصراحة، ومتابعك يعني ربنا يخليك. كل ميرسي يا حلقة جمال، بصراحة يعني ممتازة عن الحلقة اللي قبلها. ربنا يخليك. انا سعيده بمداخله حضرتك وسعيده الله بوجودكم. يخليك، الله يخليك. أنا بصراحة الموضوع بتاع النهاردة موضوع جميل جدا جدا جدا، ربنا لأن يخليك، ميرسي. يعني أنا شايف إن لازم كل واحد بيقع لازم يقوم، يعني لازم يقوم بسرعة زي ما ما حضرتك ده بتقولي. اللي احنا بنتكلم فيه. لان كده الحياة مش هتقف، لان احنا لو الحياة وقفت يبقى احنا كده يعني ما ينفعش ان احنا نقع ويبقى خلاص الحياة وقفت. لازم ان احنا نقع ولازم نقوم تاني بسرعة، لان لو الحياة وقفت عند حد معين يبقى ملهاش لازمة، يبقى احنا كده خلاص انت عايش بقى في يبقى دور الضحية ومنهار طول الوقت، ممكن توصل مع الشخص الاكتئاب. ده اللي احنا بنتكلم فيه. شكرا لمداخلتك استاذ محمود. ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو ما نوقفش حياتنا على ده. احنا بنقول خد وقتك، خد وقتك، ما بقولش اتصدم في الشخص ده ويلا اخرج واضحك والعب وهزر وما حصلش حاجة. ما فيش حد هيقدر يعمل كده. خد وقت، ده اهم حاجة، ودي الحاجة اللي انا نفسي اوصلها في حلقة النهاردة.
خد وقتك على قد ما تقدر، خد وقتك بس مش سنين مش شهور، كل واحد وشطارته زي ما بيقولوا. يعني انت ما توقفش حياتك لهنا، ما توقفش حياتك لحد هنا. جوزك اتصنمتي فيه حلو، هاخد وقتي، هتصدم، الحياة مش واقفة عليه، اللي هو مش محور الكون او هي مش محور الكون. بيبقى في اشخاص بيوضحوا اسباب التخلي او اسباب الانفصال او اسباب يعني ان العلاقة دي مش هتكمل ايا كان هي ايه، دول انا بحترمهم، دول كمان بيسهلوا على الشخص اللي قدامهم الصدمة، ما تبقاش صدمة كبيرة زي اللي هو باي باي مع السلامة، زي قصص كتير جدا سمعناها اللي هو واحدة تقول لك انا مخطوبة وفجأة برن عليه تليفونه مقفول وسافر بره ما اعرفش عنه حاجة. لا، انا بحترم قوي الاشخاص اللي هم بيكونوا موجودين معانا يعرفك ايه اسباب الانفصال في الوقت ده انت بتتقبلها. ودي كانت فقرتنا النهاردة، استنونا في حلقة جديدة من ساعة في بيت.